إذا العامل الأساسي بظهور الكلف هو التعرض المباشر لأشعة الشمس إضافة إلى الأستروجين الهرمون الأنثوي، لهيك بنلاحظ الكلف بصورة واضحة خلال فترة الحمل وعند النساء اللواتي يستخدمن حبوب منع الحمل اللي هي تركيبة هرموني طبعا. إضافة للعامل الوراثي اللي له دور كبير في أمراضية الكلف، استخدام أنواع العطور ومساحيق التجميل والأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور الكلف. هذون لازم تنتبهوا كتير، ما تحطوا البارفان إلا بأماكن ما بيطلع عليها أشعة الشمس، يعني ممكن ورا الدان عند المعصمين، في أماكن لازم تحطوا فيها البارفيوم وما لازم، لأنه إذا تعرضتوا للشمس وحاطين بارفان رح يعطي تصبغ غير قابل للعلاج إلا بصعوبة جدا. عادة بالحالات الطبيعية تفرز الخلايا الصبغية مادة الميلانين المسؤولة عن تصبغ الجلد اللي بيعد الخط الأول في الدفاع تجاه أذية أشعة الشمس. أما في بقع الكلف تنتج هذه الخلايا كميات أكبر من الصبغ مما يؤدي إلى ظهور البقع المصطبغة. عادة الكلف قد يكون سطحي أو عميق وهذا يؤثر على طريقة المعالجة ونتائجه. الكلف السطحي أكيد يستجيب للمعالجة أكثر بكتير من الكلف العميق. أهم ما في الأمر إنه لما بدنا نعالج لازم ننتبه كتير لطريقة العلاج، نختار طبيبك جيدا، اختار طبيبك جيدا بشكل ما يعطيك الخلطات المفتحة التجارية، ما تروح تجيب الخلطات دون الاستشارة الطبية جيدة، التزام بالحماية التامة من أشعة الشمس، حتى لو حطيتهم بالبيت لازم تستخدميهم بالبيت، طبعا ما في تعرض مباشر لأشعة الشمس. في كتير من الخلطات المفتحة أو كريمات توحيد اللون اللي مثل الهيدروكينون في خلاف عليه، في عندنا حمض الأزيلايك، الكوجيك والأربوتين، طبعا لازم تكون تحت إشراف طبي، طبعا بشكل محدد مخطط، خطة علاجية ملائمة. طبعا ممكن يصير مثل ما حكينا في فيديو سابق جلسات تقشير، بلازما، ميزوثيرابي ما شابه ذلك. بالنسبة للكلف اللي بيظهر خلال فترة الحمل بتأثير هرموني يتراجع بمعظمه بعد الولادة خلال 6 شهور الأولى، ننصح السيدة بالبدء بعلاجه بعد الولادة بفترة قصيرة، وعادة لازم تأخذ كريم حماية من أشعة الشمس خلال فترة الحمل حتى لو كان بالبيت.